السلام عليكم زياد. انا طبعا حزين جدا على الهجمه الشرسه اللي عليا ولادت مني بدون التحقيق في الموضوع وما تعرفوا تسمعوا مني. طبعا اللي حصل ببساطه فعلا ان خالي كان تعبان وكان لازم اروح اشوفه، ده طبيعي انه يحصل يعني، ما هنسيب خالي يتعب ويتبهدل، كان بينزف نزيف شديد وكان لازم نروح نشوفه وكان لازم نلحقه. الحمد لله طبعا لقينا الوضع مسيطر عليه والامور كويسه، وهو بس كان هو بيقص ضوافر بس اتعور فنزف كتير، فلحقناه في اخر لحظه وكويس وما حصلوش اي حاجه، كان ممكن يحصل له مضاعفات او يحصل له نزيف او كان يحتاج لنقل دم، بس لحقناه في الوقت المناسب. ناس بتسال عن موضوع الطلقة، طبيعي يعني مش هخش على خالي بإيدي فاضية في ظروف زي دي. وبعدين احنا عائلتنا بتحب الطلقة شوية، فللأسف ما كنتش ينفع خالص عريس وفي ليلة شبكتي ان انا اخش عليه بإيدي فاضية. بعدين زي ما قلت لكم كده، انا والدي من واحنا صغيرين بيحب، هو بيحببنا في الكريمة واي حاجة فيها كريمة او حاجة ألوان، حتى كان طول عمره بياكل المعجون الحلاقة ده، كان يشيل من على وشه كده وكان يلحسه، كنا احنا برضه بنقعد نلعب واحنا صغيرين نشيل من على وشه كده ونلحس احنا كمان يعني، فكان دي حاجة بتسرنا، احنا مش مجرد بنشوف أي طرطة بنتعب. أنا وأنا صغير كنت مثلا أجي أطرطر في الحمام كنت أشوف رغاوي بتطلع على وش الطرطور كده، كان كنت ببقى هجنن يعني، نفسي آكل الرغاوي دي بتاعة الطرطور. ف يعني ما تلوموش علينا، احنا ما بنعرفش نمسك نفسنا قدام اي حاجه حلوه. وبعدين انتوا مفكرين وظلمتوني وافتكرتوا ان انا اكلت التورته كلها، لا طبعا، كل اللي احنا اكلناه العيله كلها كانت دور واحد، انما في دور بعته وفي دور انا مأجره دلوقتي علشان اساعد نفسي وعشان اتجوز، وما انتوا مفكرين فلوس والشبكه، وانتوا عارفين احوال الشباب اليومين دول يعني، الواحد يبقى مقبل انه يجيب شبكه والكلام ده كله، اكيد يعني ما كناش حرام يعني، أكيد بقلب نفسي. وبعدين بصراحة أنا كنت ناوي أرجع، الناس كلها ظلمتني وقالت لي أنت مشيت، أنا كنت ناوي أرجع، وكنت ناوي أرجع عشانها وعشانهم، كنت أرجع عشانها، أنا كان مستحيل إن أنا أسيبها، أنا كنت جايب باكيتة الكنز ديت كنت مستحيل أسيبها وأمشي، وغير كده كمان كنت أرجع عشانهم، كان في كام دست الجاتوه كنت جايبهم، كنت أرجع أخدهم هما كمان، بس للأسف الولاية اللي حصل ديت منعتني إن أنا آخد حق أو آخد الحاجة اللي أنا جايبها. فجماعة بلاش تهاجموني يعني، لمجرد ان كنتوا تهاجموني وكده ما ينفعش بجد يعني، لازم تبقوا تشوفوا كده يعني الشاب ده تعب قد ايه عشان يوصل لمرحلة الشبكة ديت، متخيلين تورت وجاتوهات يعني، انتوا متخيلين ده كفاية بس الباتيهات الناس كلها كلتها دي، كنت هتجنن عليها بقصومات، الناس مش عارف كلها نزلت في البقصومات خبط 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 يعني، انا كان عندي امل ان يفضل شوية حتى اعرف ارجعهم اعرف ابيعهم يعني، مش عارف انا، وفي الاخر اني اتهاجم في الاخر. عموما شكرا جزيلا يا جماعه، ويا ريت تبطلوا بقى كلام عشان الواحد تعب.